بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزول عسلامة ومرحبا بجميع من التحق بقناة بيبا بيباتو. حبيباتي اليوم بإذن الله حنحضروا مع بعض وصفة تاع كيك يكون بكلاصاج تاع شوكولا كاكاوات نوات كوكو. كيكة لذيذة جدا خاصة لمحبي وعشاق نوات كوكو واللي كاكاوات كيكونوا مخلطين بالشوكولا كيما انايا. الوغ راكو رايحين تستمتعوا بهاد الوصفة وبهاد المذاق الاكثر من رائع. تقدروا تحضروها مع لاتاي ولا مع قهوة حليب، تجي بزاف بنينة وسهلة التحضير. اذا حبيباتي بدون اطالة يلا نشوفوا مع بعض مقادير الوصفة ديالنا وطريقة التحضير. بسم الله. واش نحتاجو؟ نحتاج 260 غرام فارينو، كاس تاع عصير البرتقال مخلط مع عصير الليمون. هاد الكاس تاع العصير تقدروا تستغناو عليه عادي. نصف كاس تاع حليب دافي، ربع كاس تاع مارغرين دايبه بدرجه حراره الغرفه، ثلث حبات بيض بدرجه حراره الغرفه، ملعقتين اكل زيت نباتي، وايضا ملعقتين ونصف اكل تاع سكر مطحون ولا سكر غلاس، كيس خميره الحلويات بوزن 10 غرام سكر فاني اختياري، وايضا لافاني. هذا واش نحتاجو بوغ لو كيك، بمعنى للكيك نسحقو فقط هاد المكونات. نروحو الان نحضروها وفي مع بعد نشوفو مكونات تاع الكلاصاج. بسم الله. في ان ريسيبيو نحط لا مارغرين الدايبه ونزيد نضيف عليهم سكر غلاس او سكر مطحون اللي نقدروا نعوضوه بسكر كريستاليزي او سكر حبيبات، ونزيد عليهم لافاني ليكيد. اذا ما عندكمش لافاني ليكيد استعملوا لافاني اون بودر، وندير قرصه تاع ملح اللي تعدل المذاق في الكيك تاعنا. نخلطهم جيدا بلو فوي وبالخلاط اليدوي، هنا ما نستعملوش كامل لو باتور، ماشي لازم نستعملوه، الوصفه ما تحتاجش الخلاط الكهربائي. هنا نضيف الزيت ونزيد نخلطهم تاني جيدا. وصفة سهلة ولذيذة جدا تستمتعوا بها مع أفراد عائلتكم. فوالا. هنا حبيباتي نضيف البيض اللي يكون بدرجة حرارة الغرفة، بمعنى نحو البيض ربع ساعة قبل الاستعمال. فوالا. ونزيد نخلطهم جيدا بلو فوي باش يتجانسوا جميع المكونات. وهنايا ايضا نضيف الحليب الدافي، الحليب لازم يكون دافي. وهنا حبيباتي نضيف لافارين ديالي، لازم نغربلوها باش نتفاداو اختلاط اي حاجة مع الكيك ديالنا. وهنا نزيد نغرب الكيس خميرة الحلويات او لو باكي تاع لا لوفور شيميك بوزن 10 غرام، ونزيد تاني سكر فاني او سكر الفانيليا، هذا اختياري ماشي لازم تستعملوه. ونخلط جيدا لو كيك ديالي، عفوا الخليط ديالي، عفوا. الوغ حتى وين نشوف ما بقاوش كامل الحبيبات في الخليط. فعلا نخلط جيدا، كي نتحصل على هذا القوام هنا نضيف الكاس كان خليط من البرتقال والليمون، هو عصير طبيعي لكن ماشي لازم كامل تضيفوه. كي ديروا لو جو هدايا القوام تاع لو كيك يجي شغل فلون كيما القوام تاع الفلون كي ناكلوه، مي كي ما نديروش يجي فريمون كيك بزاف خفيف شغل قطني ايبونج بزاف بنين. هنا دهنت سنيوة ديالي بلا مارغرين وبعد رشيت عليها الفارينة. نحط الخليط ديالي والفرن هنا شعلته على 180 درجة مسبقا. كي بديت نحضر في لو كيك نديرو يطيب من التحت، كي نشوفو تحمر في الجوانب او في لي كوتي نشعلو نحمرو شويه من الفوق. فوالا. هنا نسوي سطح الكيك ديالي باش يجيني كامل متساوي. دوكا نروحو نشوفو المقادير الكلاصاج. هنا عندي 200 غرام شوكولا،
قطعتها إلى قطع صغيرة. عندي نص كاس تاع حليب، وأيضا 100 غرام تاع لامارغرين، وأيضا ملعقتين سكر غلاس أو سكر مطحون، نص كاس كاوكاو محمص ومرحي، ونص كاس نواة كوكو أو جوز الهند. اللي ما يحبوش الكاوكاو يديروا كاس تاع نواة كوكو، اللي ما يحبوش نواة كوكو يديروا كاس تاع الكاوكاو، ولا ديروا كيما أنايا. دوكا نروحو نحضرو لو غلاساج تاعنا ونشوفو طريقه التحضير ديالو، تبعوها فقط معايا، هي سهله وبسيطه. اذا واش ناخدو؟ ناخدو اون كاسرول، ندير فيها شوكولا، ونزيد عليها سكر غلاس، ونزيد عليها تاني لا مارغارين. لا مارغارين تكون نصف كميه شوكولا، فوالا دائما. وندير ايضا الحليب، فوالا، وناخذهم نحطهم فوق النار. النار هنايا تكون متوسطه نوعا ما، نحطهم هكذا ما نمسهمش. كي نشوف الحليب بدا يغلي من تحت، نبدا نخلط في الخليط ديالي بهذه الطريقه. وهنا ما نتوقفوش كامل عن التحريك، نقعدوا نخلطوا حتى يدوبوا كامل، دوب شوكولا لا ماغارينيتو، ويتخلطوا ويتجانسوا. دوك تشوفوا القوام كيفاش يولو. فوالا هنايا هذا هو القوام، دابو كامل. الوغ دوك نحيهم من النار ونطفي النار بيان سور سي نورمال، ونروحو نضيفو لهم المكونات الاخرين. هنا نضيف لها الكاوكاو، ونضيف لها تاني نوات كوكو. تعرفوا بزاف بنين هاد الميلونج، بزاف بنين. وهنايا انا كنت نحيت، عندي واحد 5 دقائق مني نحيت الكيك من الفوق طاب وسابو. نفرغ ديريكتومون هاد الخليط هكذا سخون فوق الكيك ديالي. فوالا نفرغ كامل لو ميلونج هذا لو غلاساج، وناخذ هاد لا سباتولا لا ماريس، نبدا نسقم كامل سطح تاع فوالا تاع لو ميلونج هذايا، ونديرهم في الثلاجه واحد ساعه، ساعه ونص، حتى يحكم روحو مليح هاد لو غلاساج، وشغل ينشف يولي يحكم روحو. فوالا ومن بعد نقطعوها ونقسموها مع بعض. فوالا هنايا بعد ساعه ونص هكذاك، فناخد ان كوتو لا موس او سكين، وتقطعوا فوالا لي مورسو كيما تحبوهم وكيما تفضلوهم بالاشكال اللي تحبوهم. انا مع الاول قطعتهم هكذا دي بتي كاري، ومن بعد جي شونجي دافي، من بعد غيرت كامل رايي وما شفتوهم، درتهم دي تريونغل او مثلثات، راكو شفتوهم معايا. فوالا بزاف بنين هاد لو غاتو، فرانشمون انا درتو ديجا وعاودت درتو. فوالا تال معجبهم في الدار، هايل ما شاء الله تبارك الرحمن. فوالا دوك نشوفو حبيباتي مع بعض. فوالا حبيباتي هذا هو الكيك تاعي في شكله النهائي. نتمنى ان شاء الله انه وصفتي لنها اليوم نالت اعجابكم ورضاكم. الوغ القوام تاعو بسم الله ما شاء الله، دوك تشوفوه معايا. نتمنى ان شاء الله وصفتي نالت اعجابكم ورضاكم. ما تنسونيش بجام وكومونتير، واللي زارتني اول مره نقولها مرحبا بك في قناه بيبا بيباتو. ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد الى فيديو اخر او وصفه اخرى. تهلاو في صحيحتكم، ربيحتكم، والديكم، وليداتكم، الناس اللي تحبوهم ويحبوكم. بالنسبه اللي ما التحقوش بصفحتي ومجموعتي على الفيسبوك وحسابي على الانستغرام، خليكم الروابط تاعهم في صندوق الوصف لا في لابار ديسكريبسيون. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.